يوجد في حق للتعبير. لا يوجد حق للتعبير، بكل صراحة قالها الضابط الجالس في سيارته العسكرية للمعلمين الواقفين في ميادين عمان وساحاتها، يطالبون بما وعدوا به قبل 5 سنوات بعد الكثير من التسويف والتهرب. مش مناهج جديد تعلم طلابنا، لكن بنعلم طلابنا. نقابة المعلمين أعلنت أن تنظيم الاحتجاج جاء بعد طرق أبواب الحكومة ومراسلتها ومحادثات مباشرة وغير مباشرة، إلا أن الحكومة ردت بالمماطلة وتجيش الرأي العام ضدها ونقض ما تم الاتفاق عليه عقب الإضراب الواسع عام 2014. الحكومة بدورها أعلنت التزامها بالحوار وحرصها على التفاعل مع نقابة المعلمين مع مراعاة المصلحة الوطنية وعدم الإضرار بحق الطلبة في التعليم أو الخدمات أو المرافق العامة، في إشارة ضمنية لرفض خطوة المعلمين. احتجاجات المعلمين سبقها انتشار أمني كثيف، سرعان ما تعرضوا إلى ضرب وقمع واعتداء متعمد واعتقال عدد منهم، ما دفع المعلمين للهتاف ضد وزير الداخلية سلام حماد المتهم في إعطاء الأوامر لعناصره بقمع الوقفات السلمية. سلام حماد ايش دخله؟ الشرطة وجدت لخدمتي مش لتبلطج علي، وكان اللي علمتك، أنا اللي قريتك، أنا اللي سويتك، أنا البلد، أنا الوطن، أنا اللي علمتك كيف تحب الوطن وعلمتك ترسم العلم وعمدتك نشيد الوطن. المعلمون في الأردن كشريحة واسعة ومؤثرة أعلنت الإضراب العام يوم الأحد المقبل في خطوة أولى قد تتطور إلى سلسلة إجراءات تصعيدية لا تعرف أثارها على حكومة الرزاز القادمة إثر إسقاط حكومة الملقي بفعل احتجاجات شعبية.